حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت قدمت علي امي وهي مشركه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ان امي قدمت وهي راغبه افاصل امي قال نعم صلي امك